كيفاش نحلوا الازمه اللي عاشت بلادنا؟ كيفاش نتقدموا ببلادنا؟ كيفاش نجنبوا تونس وشعب تونس الانهيار؟ فالمقترح اللي اقترحناه ونقترحوه هو انه بلادنا محتاجه الى مؤتمر وطني للانقاذ. هذا رأينا، مؤتمر وطني للإنقاذ. وهذا المؤتمر الوطني للإنقاذ شارك فيه القوى السياسية والمدنية الفاعلة، وتناقش فيه هذه الأزمة أسبابا ومسؤولية، وتوضع فيه البرنامج نتاع تجاوز هذه الأزمة. وبالنسبة لنا هذا البرنامج من الضروري وأنه يشمل عناوين محددة. العناوين هذه أو من أهم هذه العناوين وضع أجندة واضحة لما تبقى من المرحلة الانتقالية، أي الانتهاء من صياغة الدستور، حل ملف الشهداء وجرحى الثورة، وضع القانون الانتخابي، وضع قانون العدالة الانتقالية، بعث الهيئات التعديلية، وتحديد موعد محدد للانتخابات القادمة، ووضع الآليات لمواجهة الفساد المالي والسياسي. كذلك بالنسبة لنا نراه أنه النجاح فيما تبقى من الفترة الانتقالية يلزم يتحدد وبقانون. وقتاش باش نشوفوا خلوهاش مسيدة، لازم ثم بعض العناوين الاقتصادية والاجتماعية لازم تكون موجودة، لأن ما يكفيش فقط نحكيو على الجانب السياسي رغم الأهمية ورغم انه هو المفتاح، ولكن نحن نعرف غالبيه الشعب التونسي اللي قاعد يعاني، غالبيه الشعب التونسي اللي عملت الثوره واللي هي حاسه ما خذتش حتى شيء من ثمره هذه الثوره، بل بالعكس اوضاعها قاعده تفاقم واوضاعها قاعده تعقد. بالنسبه للناس في الكاف ولا في سيدي بوزيد ولا التحركات تحكي له على وقتاش على الانتخابات، يقول لك حريتي ايه، اما حاجتي بحاجه اخرى جنب الحريه. وانا الاسعار دمرنا والبطاله دمرتنا والتهميش دمرنا، هذا شيء جو، وهي بالرعايه الصحيه دمرتنا، وما عنديش باش نضطر لاسرائيل. هذا اللي يطرحه حر وجيه مفارقه، حر وكرشه فارغه. ما ينجمش يكون الحر وهو عايش في الحاله هذه.
احنا مالناش مش واضح راهو مالناش مش طارحين حلال المشاكل هذه بشكل نهائي وعميق، لا، انما طارحين اهميه وضروره التخفيف من حدث هذه المشاكل باجراءات عاجله ومستعجله. هذا نحن طارحين. خاطر ديما الكلمة نسمعها في عصا سحرية وفي البيع عشان نوضحها، لأن نحن ناس مسؤولين ونفهموا المشاكل اللي عايشتها بلادنا، ولكن لأننا مسؤولين ولأن عارفين مشاكل عايشتها بلادنا ماناش مستعدين باش نخليو غادي بيت الشعب التونسي يواصل تتدمر بغلاء الاسعار وبالتهميش من هو في البطاله. لابد من اجراءات منها مستعجله وهذا موجب. وكذلك ثم مساله اخرى ضروريه بالنسبه لنا احنا، اي حكومه في المرحله الحاليه ما عندهاش الحق باش تفرط في ثروات البلاد وما عندهاش الحق باش تعقد اتفاقيات اللي ترهن تونس استراتيجيا، ما عندهاش الحق. وبالتالي ثم خط احمر اخر زاد اللي هو هذا الخط الاحمر، لازم توجه للشعب التونسي وتتوجه لتونس وتحل مشاكل بلادك وتسعى وتسعى الى حلالها، اما مش على طريق هتسلفوني يجي وشرو زيد كدس الضرائب زيد غلي الاسعار، بعد زيد نلقاو روحنا في مأزق أكبر من المأزق اللي فات. ولا شك وأنتم قاعدين تتابعوا في صندوق النقد الدولي اللي بدا يطالب ببرنامج إصلاح هيكلي جديد، وهو في الحقيقة برنامج خراب هيكلي جديد، لأن يعني الشعب التونسي وقت ثار على ما أدى إليه أو ما أدت إليه كل البرامج السابقة هذه. هذاك علاش احنا راوا ان ثم عناوين يلزمها تتوجد في هذا البرنامج، برنامج هذه الحكومه الجديده اللي ناقشه رئيس الوزراء ترتيبا في المدينه نتاعها وناقشه في برنامجه. من باب اهم هذه النقاط منع التفريط في المؤسسات الوطنيه وثروات البلاد الاساسيه، تعليق تسديد الديون وتكوين لجنه للتطبيق في شانها، وكما اكدنا في السابق راهو تعليق المديونيه ماهوش بدعه، عديد البلدان علقت هذه المديونيه في عود تمشي تتسلف، علق المديونيه ولو بالتفاوض. لو تلقى بالنسبه للعام 2013 تلقى 4280 مليار مليم تلقاهم في يدك اللي تنجم تدعم بهم الاستثمار وتنجم تحل بهم المشاكل. اي أيوة وقت وانك تبحث عن مزيد منها من الاقتراض والمديونيه وربما بفوائد وبشروط مرهقه ومكبله. استخلاص الدوله لمستحقاتها من التهرب الجبائي. والسؤال لهنا علاش الحكومه هذه وعلاش الحكومه اللي قبلها ما عملت حتى شيء في هذا المجال؟ علاش ما صار شيء فيه؟ 15,000 مليار مليم هذا ثمن التهرب الجبائي. قانون المالية جديد ما فيه حد شيء على النقطة هذه، بل بالعكس فيه مزيد من الضرائب والأداءات على كل فقري وعلى كل موظف وعلى كل أجير اللي قاعد يدفع. إقرار ضريبة استثنائية على الثروات الكبرى. علاش الشيء هذا ما يصيرش؟ ربما واش اجراء اشتراكي هذا؟ لو عندكم اوباما عملوا ولا اوباما هكا ولا اوباما اقروا في امريكا بلاد راس ماليه اكبر بلاد راس ماليه. علاش نحن بعد ثوره وفي ظل اوضاع صعبه كما هكا ما نعرفوش ضريبه استثنائيه على الثروات الكبرى وخلينا نستخدم
دعم وتشجيع الفلاحين الصغار والمتوسطين وإعفائهم من دفع الديون التي تكبدهم. واحنا أكدنا على النقطة هذه لأن راهي بلادنا باش تنهض في جانب كبير من نهوضها مرتبط بريفها وفلاحينها. بالتالي القرار الثاني المجلس التأسيسي اللي هو رفض إعفاء الفلاحين الصغار من مش الأصل حتى نتاع الدين الفوائد لكن الديون رفضها بينما أقر عفو معناها جبال. هذا إجراء عاجل ليستحقوا ريفنا ويستحقوا فلاحينا. ومن الإجراءات الأخرى المستعجلة اللي متعلق بتجنيد أسعار المواد الأساسية لفترة معينة لأنه يعني ما نجموش نخليهم زيد الليسانس زيد الحليب زيد الطماطم زيد 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 وبعد يقول هاي تحركات هاي احتجاجات اجتماعية واش بيها ما صبروش. هذه بطبيعة الحال معنا عدة نقاط أخرى تشوفوها ولكن هذه أشياء أنا أساسيات بالنسبة لنا في برنامج حكومة إنقاذ حقيقية. حكومة تحب تواجه الأزمة بحق يلزم اثنين تحت كل معناها واحد والا باش نواصلوا نتقابلوا معاكم بعد مديده راهي الازمه زادت عمر وبعد مديده الازمه زادت عمر. خلينا نكونوا واضحين راهي ستكون الانهيار. الوضع السياسي كما تشوفوا فيه كيفاش خاصه مع استشرار العنف اللي بلغ حد الاغتيال وذا كان ما تصدرلوش القائمة ربما زيد تطوير وزيد تتنوع واللي يضربوا شكري ينجم يضربوا ناس أخرى لأن الحقد والكراهية وجه الأحزاب وجه الجمعيات المنظمات وجه الإعلاميين وجه القضاة وجه النقابيين وجه المثقفين المبدعين. إذن هذه أشياء لابد أن نخذها على الاعتبار من ناحية اقتصادية. آخر المؤشرات آخر المؤشرات تدل أن الأوضاع خطيرة وخطيرة للغاية لأنه اللي ما تصدقش المناخ العنف وخلاه يوصل حد اغتيال رفيقنا وعزيزنا شكري بالعين أول يوم قاعدين نجنيو زاد في النتائج الاقتصادية تو مش يقولون الشركات قاعدة تسكر بالحق والاستثمار الأجنبي قاعد يهرب وربما تقول ما عندهمش يحبوا يسنفونا. احنا مسؤولين سلطة ومعارضة ما كنت مسؤول خاطر كل هذه الأصوات كانت تنادي منذ البداية أن انتبهوا إلى هذا المسار. وقت تشبيكم تكبروا فيها مش بيكم تبالغوا. أنا مرة حضرت مع واحد في تلفزة وقت وصار الحديث على الاعتداء اللي صار على الصحفيين قدام المحكمة وعلى أحد المثقفين خلينا وعطوه راس كبرتوها. إيزا اليوم شو يقولوا اليوم؟ مش نقول له راهم نشوف طول النهار هذاك هذا مصمم. هذا مرة أخرى يؤكد وأن رؤيتنا للواقع صحيح واللي نبهنا له قبل وصلنا كذلك مش نبهونه اليوم ينبغي أن يؤخذ بجدية. إذا كان ما يقعش إصلاح الأوضاع بشكل جدي على مستوى سياسي وعلى مستوى اجتماعي وعلى مستوى أمني وذلك من خلال مؤتمر وطن الأبطال راح البلاد مزيد تبقى. فكونوا شاهدين على ذلك فاشهدوا على ذلك. أنا قلناها شو
معناها رانا نتجزوا، لا، ثم مسار نتاع احداث ونتاع وقائع يخلينا نتوقعوا هكذا. ولكن في نفس الوقت راهو نحن عندنا ثقه في الشعب الكوسي، شكون واضح لكم زاد عندنا